اهلا بيك. ناس كتير بتسأل هو مزيل العرق احسن ولا موانع التعرق احسن؟ طيب يا دكتور، هو ايه احسن براند موجود في السوق؟ هو الغالي احسن بما انه غالي كده، ولا الحاجات العادية اللي موجودة في السوق اللي هي الشعبي دي احسن، ولا هو كله بيقضي الغرض؟ طيب ليه في ناس ريحتهم مختلفة وناس تانية اصلا ما لهمش ريحة مهما تعرق؟ واحنا ليه اصلا بنعرق؟ النهاردة من جوه الصيدلية هنتكلم، يمكن نقول حلقة شاملة شوية عن موضوع مزيلات العرق وموانع التعرق، ويلا بينا. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسه على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. هتلاقوا لينك لصفحه الفيسبوك والانستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. ادخل اعمل لايك واعمل انفايت لكل اصحابك وحبايبك ان هم يبقوا معنا. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. امر ابو بكر. لما جيت افكر في قصه العرق والروائح فكرت شويه، هو احنا ليه بنعرق؟ هيقولك عشان نتخلص من السموم اللي في الجسم، اما انا بدخل الحمام وبينزل مع البول. وساعتها اتاكدت ان الفكره كلها ملهاش علاقه اصلا بموضوع السموم والقصه دي، لان السموم دي بتطلع عن طريق الكلى يا اما بتطلع عن طريق الكبد، فملهاش علاقه بموضوع العرق. لكن العرق لقيت ان هو ليه علاقه اكتر بنظام تبريد الجسم. نعم بالظبط زي ما سمعت كده، نظام تبريد الجسم. الجسم لما بيسخن بيفرز الميه والاملاح دي العرق عشان يبدأ يرطب الجسم ويبدأ يخفف من الحرارة الزايدة. علشان كده بنلاقي أكتر أماكن بتعرق هي الأماكن المحبوسة، خصوصا تحت البعد، أماكن اللي بين الفخدين دي أكتر الأماكن اللي بتعرق، وبنتأثر بالعرق وبنشم فيها ريحة أكتر. وعلشان كده الريحة في الأماكن دي بتكون زهرة أكتر من غيرها. طب يجي السؤال دلوقتي، هل العرق أصلا ليه ريحة؟ للأسف العرق ملوش ريحة خالص. العرق بيكون أصلا عبارة عن مية وأملاح وبقايا بروتين ودهون، لكن بتيجي بكتيريا بتكون عايشة على الجسم أو عايشة على جلدك، بتبدأ تتغذى على بقايا الدهون والبروتينات وبتبدأ تطلع غازات. الغازات دي هي من نواتج البكتيريا نفسها اللي هي من نواتج التخمر، وهي دي الريحة اللي بنقول عليها ريحة العرق. لكن خليني أقولك إن غير البكتيريا وعمايلها والريحة اللي بتطلعها، إن بعض الأكل بيعمل ريحة. زي إيه؟ زي الحلبة مثلا، زي الناس اللي بتاكل كاري، الناس دي غالبا بيطلع لها ريحة لأن هي بتفرز جزء منها مع العرق. طب تيجي دلوقتي نفهم إيه الفرق ما بين مزيل العرق وما بين موانع التعرق. يا سيدي الفاضل، ببساطة مزيل العرق بكل بساطة بيشتغل ان هو بيقتل البكتيريا اللي اتكلمنا عليها من شوية، وبكده لما تعرق مفيش حاجة البكتيريا تتغذى عليها، او انا اصلا البكتيريا مش موجودة فمش هتتغذى على اللي طلع، ومفيش ريحة هتطلع او انبعاثات هتطلع. اما موانع التعرق في الاغلب هي بتمنعك او بتمنع الغدد انها تطلع العرق نفسه، فالبكتيريا ما بتلاقيش حاجة تتغذى عليها وبالتالي ما بتطلعش روائح. موانع التعرق بتبدأ تعمل حاجة زي الجل كده، بيبدأ يخش ما بين الفتحات اللي هي بتطلع العرق وبيبدأ يسدها بشكل آمن. أكيد جالك سؤال دلوقتي، طيب بما إن إحنا هنقفل الفتحات دي يبقى أنا كده ممكن يحصل لي حاجة، العرق ده هيروح فين؟ تقلقش خالص، الجسم عنده الكيفية إن هو يتكيف مع أي حاجة، فبيبدأ يخلصك منها عن طريق خلايا تانية، أو يا إما إنها تروح وتطلع عن طريق كلى وتروح للبول. طيب هل موانع التعرق دي بتسبب سرطان بما إنها بتقفل؟ على فكرة هو دي كانت إشاعة طلعت مرة كده، إيميل وصل للناس إن هو موانع التعرق بتعمل سرطانات، لكن مفيش ولا جهة معتمدة في أي بلد في الدنيا بتقول إن موانع التعرق بتعمل سرطان، ده كلام فاضي وملوش أي أساس من الصحة. من أشهر المواد اللي بتستخدم كمزيل لرائحة العرق مواد زي الزيليتول والترايكوليزان، وزي ما قلنا الاثنين بيشتغلوا إن هما مطهر أو مضاد للبكتيريا. مزيل العرق ده بيكون معاه زيوت عطرية عشان تدي ريحة حلوة وتغطي على أي ريحة تانية. أوقات كتير جدا أنواع من مزيلات العرق بيضيفوا عليها بيضيفوا عليها بودرة التلج أو أكسيد الزنك. عشان إيه؟ بودرة التلج وأكسيد الزنك عشان تمتص زيادة إفراز العرق، ما يبقاش فيه عرق كتير. أنت عارفين بودرة التلج أو أكسيد الزنك ده بيمتص شوية موضوع العرق.
لكن اوقات كتيرة البراندات الرخيصة بيضيفوا على مزيلات العرق حاجة بليتشينج كده، وده للأسف هو بيكون السبب في ان هو يصفر الهدوم او يخلي الهدوم لونها تتغير. التلج او اكسيد الزنك من الحاجات اللي بتعمل بقع بيضة على اللبس، فلو انت بتستخدم حاجة مكتوب عليها تلج او اكسيد الزنك هتعمل لك لون ابيض على اللبس. اما بالنسبة لموانع التعرق فمن المكونات الاساسية هتلاقوها موجود عليها هي املاح الالومنيوم. املاح الالومنيوم سواء كلوريد الألمونيوم أو ألمونيوم زيركونيوم بيعمل إيه؟ بيعمل زي قابض للفتحات اللي احنا اتكلمنا عليه، الفتحات اللي بتطلع العرق بيعمل زي قابض كده ليها فبيمنع خروج العرق، وكمان بيعمل كطبق الجل بالتالي بتقفل الفتحات دي وبالتالي مفيش عرق بيطلع، أو بيكون العرق اللي طارق خالي من البروتينات والكربوهيدرات، فلو حتى في بكتيريا موجودة ما بتلاقيش حاجة تبدأ تتغذى عليها وتبدأ تطلع الروائح. انا كده عرفت ان هو ده مضاد للبكتيريا زي ليتول، وعرفت التاني ده مش فاكر اسمه. انت بتقول لنا الحاجات دي طب انا استفدت منها ايه؟ حتى اللي فاتت دي يمكن شويه بتفرق مع الصيادله ان هم يبقوا عارفين، لكن دايما هتلاقي تفرق معاك لو انت بس بصيت على العلبه وشفت هي فيها ايه، بتسهل لك اذا كنت تاخدها ولا لا. مين احسن، مزيل العرق ولا موانع التعرق؟ اكلمك عن تجربه شخصيه، انا عن نفسي افضل حاجه تكون فيها الاثنين مع بعض، مانع التعرق ومزيل رائحه العرق. ليه؟ لان هو اضمن، هو بيمنع التعرق ولو طلع شويه صغيرين بتبدا تقتل البكتيريا، فبالتالي اضمن ان ما يحصلش فيها اي مشكله او حتى يحصل فيها اي حاجه. لكن خليني اقول لك الفكره في الاختيار، لو انت بتشتغل في مكان مكيف مفيش مجهود بدني بتبذله، وانت او انت من الناس اللي مش بيعرقوا كتير، فالاختيار المناسب هنا هيكون مزيل لرائحة التعرق. لكن لو انت من الناس اللي بتشتغل في حر بتبذل مجهود كتير، اصلا انت من الناس اللي اصلا بتعرق كتير، فلازم تستخدم موانع التعرق. افضل البراندات اللي موجودة في السوق او افضلهم ممكن تقول اول حاجة هو لويس ويدمور، بعد كده فيتشي، وفي براند اسمه البايوكلين. دول يمكن من افضل الحاجات، هتلاقي فيها حاجات ديودرنت وهتلاقي فيها حاجات انتي بريسبيرنت اللي هو مزيل لرائحة التعرق وموانع التعرق. لكن دول هتلاقوهم موجودين في الصيدليات وسعرهم غالي، سعرهم بيبدأ من 60 ل 90 درهم. يجي بعدهم حاجة متوسطة اللي هم نوع اسمه FCUK، والنوع التاني اسمه البيزلاين، ودول سعرهم متوسط، سعرهم بيبقى من 30 ل 40 درهم. وفي الانواع الثالثة بقى اللي هي الكوميرشال اللي هي موجودة في كل مكان زي النيفيا، الريكسونا، الاكس. نصيحة مني ليك، ما تشتريش حاجة غالية قوي على انها اختراع، كلهم زي بعض، انت لو بصيت على المكونات هتلاقيهم زي بعض، اختار الحاجة اللي تلائمك بغض النظر هي رخيصة ولا غالية. انا عن نفسي انا بكلمك ان انا بستخدم الاثنين، اوقات كتير بستخدم FCUK، واوقات كتير بستخدم تيد بيكر، واوقات كتير بستخدم اكس، واوقات كتير بغير على حسب، كمان على حسب الفصول. يعني في فترة الصيف بحتاج اكتر حاجة تبقى موانع تعرق تبقى قوية، فببدا استخدم موانع تعرق اكتر. فترة الشتاء مثلا بستخدم حاجة كليها ريحة افضل، على حسب جسمك وعلى حسب طبيعة جسمك وكمان على حسب الفصل. لكن ما تتغرش وتروح تشتري حاجة غالية على الفاضي. طبعا في حاجات كتير موجودة في السوق انواع للسنسيتيف سكين، في ناس كتير جدا بتتحسس من الحاجات اللي فيها الكحول، بتتحسس من الحاجات اللي فيها برفيومز، فعشان كده الناس دي معمول لها حاجة للسنسيتيف سكين بيبقى مش موجود فيها لا كحول ولا موجود فيها حاجة زي البرفيومز عشان ما تعملش الكلام ده. طبعا الحاجات دي بتبقى اشمل ان هي اصلا ما بتبقعش اللبس، يعني ما بتعملش لون اصفر على اللبس ولا بتعمل لون ابيض. بالنهاية كده هقول لكم شوية معلومات مهمة جدا على موضوع التعرق ده وموضوع العرق. أفضل وقت لاستخدام مزيل العرق أو موانع التعرق هو قبل النوم، مش الصبح وانت رايح، قبل النوم عشان يلحق يشتغل، عشان لما تبدأ تنزل تشتغل ما تشمش الريح. الاستحمام لوحده مش كافي عشان ما يبقاش عندك عرق، لأن البكتيريا بتفضل عايشة برضو بعد ما تستخدم الصابون أو بعد ما تستحم. وجود الشعر سبحان الله من العوامل اللي بتقلل من رائحة العرق، لكن هو شكلها ما بيبقاش حلو ومش نظيف، فإحنا عشان كده بنتخلص منها، فعشان كده الريحة بتزيد. الغدد اللي بتفرز بقايا الدهون والبروتينات اسمها الأبوكراين جلانز، ودي بتبدأ تشتغل من سن البلوغ، يعني بعد ما بيوصل الإنسان لسن البلوغ بتبدأ تفرز البقايا دي. علشان كده الأطفال لما بيعرقوا مش بتطلع لهم ريحة وحشة، لأن البكتيريا أصلا ما بتلاقيش حاجة تتغذى عليها. الاسترس من أكتر الحاجات اللي بتزود إفراز الأبوكراين جلاند، علشان كده العرق بيزيد مع الناس اللي تحت ضغط نفسي أو تحت ضغط عاطفي. يعني مثلا الناس اللي عندهم فترة البريود، فترة التبويض، الناس اللي عندهم انترفيو، الناس اللي تحت أي ضغط نفسي أو عاطفي بتلاقي بيزيد معاهم التعرق.
احنا كده خلصنا الموضوع، كده عرفنا يعني ايه مانع تعرق وعرفنا يعني ايه مزيل العرق. مفيش نوع احسن من نوع، انت ممكن تجرب الغالي والرخيص وتشوف اللي بيناسب جسمك، لكن في الاول وفي الاخر هو على حسب سعرها كام، عليها عرض ولا لا، وكمان هي مناسبه لجسمي ولا لا. دمتم طيبين، دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.